تحياتي يا أصدقائي. خلال الأيام الماضية مستوى الحساسية عند شبيحة نظام الأسد كان مرتفع وما زال حتى اليوم بسبب الانتقادات الموجهة لمجموعة المسلسلات السورية المعروضة حاليا على الشاشات بمناسبة شهر رمضان الكريم. هلأ دائما هدول الجماعة عندهم حساسية تجاه أي نقد بخص النظام السوري، لكن هالمرة عم نشوف انه حساسيتهم ويعني حسهم الغاضب عم يجي تجاه اي حدا عم يكتب شيء او عم يقول شيء ضد المسلسلات او عم يوجه ملاحظات قاسية من نوع معين ضد هذا المسلسل او هداك المسلسل. هلأ هاي الحالة بتخلينا نسأل حالنا سؤال، هل المسلسلات السورية حاليا هي بتمثل النظام او الى علاقة بالنظام؟ وبالأحرى خلينا نضبط السؤال ونقول، هل الشركات اللي عم تصنع هذا المحتوى وعم تنشره عبر الفضائيات العربية هي مستقلة؟ هل هي تعمل من رأسها أم أن لديها ارتباطات بالنظام بشكل أو بآخر؟ خلينا نرجع شوي بالتاريخ لورا. هلأ الدراما السورية كانت تاريخيا هي من إنتاج التلفزيون العربي السوري مع بعض الشركات اللي كانت تحاول تنتج أعمال على هامش الإنتاج الأساسي اللي كان يقدمه التلفزيون السوري، وأنا أقصد طبعاً مرحلة الستينات والسبعينيات للثمانينيات. هلأ بعدين بنهاية الثمانينيات انطلق الإنتاج الدرامي السوري وتركزت الانطلاقة بعد ظهور موجة الفضائيات العربية من عام 1990 وطالع. هلأ بهداك الوقت يعني يقال أنه كان في قرار سياسي بأنه ينفتح المجال بحيث أنه الشركات الخاصة تنتج دراما سورية، وهي الدراما يعني ممكن توزيعها على الفضائيات، وبالأحرى هذا اللي صار فعليا. طبعا الفضل ينسب أحيانا، يقال أنه الوزير محمد سلمان وزير الإعلام الأسبق هو اللي دفش بهذا الموضوع، وأحيان تاني يقال بأنه يعني هو نفذ قرارات خاصة صدرت من أعلى مستويات السلطة في سوريا من حافظ الأسد. طبعاً نحن ما بنقتنع بأنه الكلام الرسمي هو الكلام الحقيقي، بل مندور نحن منشوف أنه شو الخلفيات لهي القصة. هلأ فعلياً اللي ساهم بشكل أساسي بانطلاق الدراما السورية هي الشركات الخاصة، ولكن أي شركات خاصة؟ هل الشركات الخاصة هي الشركات اللي بيملكوها أشخاص معروفين بالوسط التجاري على أنهم هن من يوم يومهم بيشتغلوا بهي المهنة؟ أم الشركات اللي فعلياً كانت مملوكة لأبناء المسؤولين اللي هن فعلياً كمان يعني جزء من عظام الرقبة للنظام السوري؟ مثلاً الشركة الأساسية اللي عملت شراكة مع راديو وتلفزيون العرب ART مثلا هي شركة الشام الدولية اللي كان بيملكوها مين؟ بيملكوها أولاد خدام، وهي الشركة هي من أطلق أهم مسلسلات ظهرت بمرحلة التسعينيات أو النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، يعني مسلسلات اللي أخرجها نجدة أنزور، حكاية رجل شجاع وكذا وكذا وكذا، هي فعليا من إنتاج شركة الشام الدولية. طبعا شركة الشام الدولية تم إغلاقها أو بالأحرى مصادرة أملاكها بعد انشقاق خدام، وكان سابقا المدير العام هو أيمن زيدان، وأيمن زيدان بعد ما صار الانشقاق أعلن ببيان تبرؤه من العلاقة مع أولاد خدام ورجع مدير ل هي الشركة، ولكن بعد أن تمت مصادرتها من قبل الدولة السورية أو النظام السوري، وتم تسليم يعني حتى الاستوديوهات لبلدية دروشة، أنه بلدية دروشة هي اللي بتديرها، وطبعا تم استئجارها بعدين أو أدارها أيمن زيدان بناء على حالة استئجار قانونية من نوع معين. هلا هاد بيورجينا أنه القصة مرتبطة بشكل أو بآخر بالنظام. حتى إذا نحن بدنا نشوف المسألة من زاوية تانية أو من تجربة تانية، حتى أولاد محمود الزعبي رئيس الوزراء المنحور
نهاية التسعينيات حاولوا يدخلوا هذا المجال وعملوا شركة اسمها شركة بصرة الدولية، وأنتجت عمل مهم جدا هو مسلسل الثريا اللي كتبه الروائي السوري نهاد سيريس وأخرجه شيخ المخرجين الأستاذ هيثم حق. طبعا هي الشركة أغلقت بعد انتحار الزعبي وبعد مصادرة الأموال والممتلكات اللي انحطت الإيد عليها، وحتى بشارات المسلسلات يعني مثل ما صار مع شركة الشام تم شطب اسم الشركة من الشارات، تم شطب اسم شركة بصرة الدولية من شارة مسلسل الثريا اللي هلأ إذا بتفوتوا حتى على شبكة يعني الإنترنت وعلى موقع يوتيوب بتلاقوا أنه اسمي الشركتين هدول محذوفين من كل شارات المسلسلات اللي تم نشرها على يوتيوب على أيدي أشخاص من سوريا. هلأ هاي القصة بتخلينا نشوف أنه اللي كمل بعملية الإنتاج اللي هي شركة سوريا الدولية اللي بيملكها محمد حمشو، شركة سوريا الدولية اللي يعني تقريبا تم إغلاقها بنهاية يمكن عام 2011 هي مملوكة لحمشو، ولكن يقال أن حمشو هو واجهة لماهر الأسد، ونحن كلياتنا بنعرف أنه في جزء من هدول الممثلين المعروفين اللي كانوا عم يظهروا بأعمال مثل بقعة الضوء وأعمال أخرى هن حقيقة أصدقاء شخصيين لماهر الأسد وما هم أصدقاء لمحمد حمشو، يعني العلاقة بتكون مع الأصل ما بتكون مع الواجهة. يعني هلأ هاي الشركة المرتبطة بشكل واضح مع النظام في سوريا حولوا اسمها بعام 2012 لسما، وبعدين صار اسمها سما الفن، يمكن هروبا من العقوبات اللي وقعت على شخصيات النظام ومن بيناتهم محمد حمشو، وحاليا تم تغيير اسمها وهي الشركة اللي عم تنتج أو أنتجت مسلسل أولاد بديع. هلا ليش عم بعمل هذا العرض؟ عم بعمله لأنه لازم نشوف أنه عملية إنتاج الدراما في سوريا ليست منفصلة عن النظام، والفنانين اللي بيروحوا بيشوفوا بشار الأسد أكيد قبل هذا بيكونوا مجتمعين مرة ومرتين وثلاثة مع ماهر الأسد اللي هو المالك الفعلي لهي الشركة. هذا شو يعني؟ بيعني ببساطة لأنه هي الشركات هي جزء من آلية عمل هذا النظام. حتى الشركات الثانية يعني اللي بتنتج ضمن المشهد السوري ما بتستطيع ولا بتقدر ابدا انه تعمل اي شيء مخالف لسياسة النظام، لانه النظام ببساطة بيسكرها وبيهدد اصحابها، واصلا هو من مصلحته انه تكون موجودة من باب انه هي عم تشغل هذا الجزء من الممثلين، وبنفس الوقت هي عم تدفع ضرائب وعم تخدم النظام من حيث انه عم تقدم رواية انه البلد لساتها بخير والبلد لسه فيها انتاج درامي و و و الى اخره. هلا ليش الشبيحه منتفضين كل هذا الانتفاض ضد المنتقدين؟ لانه سوريا فعليا حاليا لا يوجد فيها شيء سوى الكبتاغون على مدار السنه، فريق كره قدم متعثر جابوا له مدرب ارجنتيني وما قادر يربح مباراه على فريق ضعيف مثل ميانمار، والإنتاج الدرامي، وهذا الإنتاج الدرامي اللي مطروش على الشاشات الفضائية لا يمثل السوريين، وأنا سابقا قلت أني لن أشاهد منه أي شيء، وبعتقد أنه في كتير ناس عملوا مثلي، لأنه ما في داعي نهز بدلنا ونشوف شو عم يروج النظام، لأنه النظام فعليا ما من مصلحته أبدا أنه يزخر السوريين على أنه هني شعب عاقل، شعب من حقه أنه يتمتع بالحرية ويشارك بالقرار السياسي، بالعكس بده إياهم يضلوا مجرمين وبأسوأ أشكالهم يظهروا على الساحات مشان يقول للعالم أنه أنا حاكم هذا الشعب ولازم استمر، مو مشاني مشانكم أنتم. هذا الشعب شعب مجرمين ولا يستحق سوى أن يقاد إلا بالطريقة اللي قدتوا فيها طوال عشرات السنين. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، بتمنى إذا عجبكم هذا الكلام تشتركوا بقناة
مترو سوريا وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم مشان نستمر ونكمل. وشكرا لكم.